ماذا تعرف عن مشاهير مصر من أصول يهودية؟ منهم من شيد برج القاهرة، منهم من أبدع في الموسيقى وفي التمثيل، حتى فيلم رايا وسكينة كانت بطلته يهودية. نعوم شبيب مهندس ومقاول ناجح، كان يملك شركة للمقاولات، كلف أيام حكم عبد الناصر بتشييد برج القاهرة، نفذ عددا من مشاريع الإعمار من أشهرها مبنى الأهرام وكنيستا سانت كاثرين في القاهرة والقديسة تيريزا في بورسعيد. في عام 71 هاجر إلى كندا وتوفي في مونتريال. المخرج توغو مزراحي ولد في الإسكندرية باسم إيلي يوسف مزراحي، يسمى بمطلق السينما المصرية، ينحدر من عائلة يهودية مصرية ثرية. في بداية مشواره استعمل اسما مسلما وهو أحمد مشرقي. بين أعوام 30 إلى 46 أنتج 35 فيلما وعرضا موسيقيا بالعربية واليونانية. الممثلة نجمة إبراهيم ولدت في القاهرة باسم بولينا أوديان، مثلت دور البطولة في فيلم رايا وسكينة الشهير. نجمة اشتهرت بأدوارها الشريرة، وهو الدور الذي أتقنته في 40 فيلما. توفيت عام 76 ودفنت في القاهرة. إلياس مؤدب اسمه الحقيقي إلياس مهدب ساسون، ولد لعائلة يهودية أصولها من حلب السورية. اشتهر بأدواره الكوميدية ورفض الهجرة إلى إسرائيل عام 48. الموسيقار داود حسني اسمه الحقيقي ديفيد خايم ليفي، من رواد الموسيقى العربية، أول من ألف الأوبيرات بالعربية وأبدع في عزف العود ولحن أكثر من 500 أغنية. غنت ألحانه أم كلثوم وليلى مراد وأمل الأطرش التي لقبها باسم أصمهان واشتهرت بهذا الاسم.